أعرب تحالف القوى العراقية عن استغرابه من الصمت الحكومي تجاه اختطاف الشيخ رافع المشهداني شمال العاصمة بغداد، وحذر التحالف في بيان له من موقف حاسم ومصيري في العملية السياسية في حال عدم الكشف عن مصير الشيخ المشهداني الذي اختطف على أيدي جماعات منفلتة قبل أيام، مشيرا إلى أنه سبق وأن دعا الجهات الأمنية والحكومة للكشف العاجل عن مصيره لكن دون أي آذان صاغية، وأضاف أن صمت الشركاء السياسيين أو تجاهلهم للمطالبات بإطلاق سراح الشيخ رافع المشهداني سيجعلنا مضطرين وفاء لجماهيرنا باتخاذ مواقف سياسية تنسجم مع حجم التحديات التي تواجهها تلك الجماهير ومناطقنا أمام سطوة العصابات المنفلتة وتستر البعض على جرائمهم تحت عناوين مختلفة لا ترضى بها الأديان والأعراف السماوية والوضعية.